قالت ميار سامي نائبة رئيس اتحاد طلاب جامعة المنوفية إن هناك تمكينا ودعما للشباب من قبل الدولة. وخلال مشاركتها في الحوار الوطني أوضحت أن الحضور ناقش كافة التفاصيل واقترح توصيات بخصوص الأنشطة الطلابية. يعني أنا شايفة تمكين للشباب بشكل فظيع، وجوه في الحوار الوطني الحقيقة سمعنا توصيات كتيرة ومشكلات كتير اتعرضت بكل حيادية وبكل حرية في الرأي والتعبير بدون حكر على آراء حد. وكان في بالفعل جوه سيادة النائب أحمد فتحي قال لنا إن كل التوصيات اللي أنتوا هتعملوها هتوصل لفخامة الرئيس، فبجد في توصيات بخصوص الأنشطة الطلابية واللائحة الطلابية وتعديلها والقوانين بتاعتها. كنا يعني في عائق جدا بيمثلنا في اتحاد الطلبة في بعض المشكلات، فاحنا الحمد لله وصلنا صوتنا واثقة جدا جدا في القيادة السياسية إن هي تكون على قدر المسؤولية في تحقيقها بإذن الله.